أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في الحروب الآن لا تستخدم الفرس، هل يقاس عليها الطائرة والدبابة؟ هذه مراكب حديثة، هذه مراكب حديثة، لكن الفرس أحسن من الدبابة وأحسن من الطائرة، لأنها تصعد إلى أمكنة وإلى ما تصعد إليها الآليات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل تستعمل لأشياء ما تستعمل فيها الآلات الحربية المعاصرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.